نبقى في تونس أصدقائي، لكن ننتقل لنتعرف على أجواء أسواقها خلال الشهر الفضيل، ونطلع عليكم اليوم من سوق محافظة مدنين أو مدنيين مدنين. طبعا محافظة مدنين، دعونا نتعرف في السوق هنا على الأجواء، ودوما معكم نتشوق لمعرفتها. دعونا نتابع. ديما الانسان يقول الحمد لله، هون يلقى مثل ينجم المواطن ياخذ معناها ويمشي داب خطوته كما يقولوا فيها، ما يمدش معناها رجله ياسر، يلقى البصل مثلا كما حكيتك ب 13%، يلقى بصل ب 17%، يلقى بطاطا ب 800، يلقى بطاطا ب 13%، يلقى دقله ب 4000، يلقى دقله ب 10000. اما خذك سفره اللحم، ياخذك شويه خضار ب 5000 7000 فرنك باش وجبه اليوم، خلع ربح. احنا ما حشناش نقول احنا باش يربح الواحد يعني بس فرنك ولا حاجه، تربح 500 فرنك في الكيلو وتخرج بالسلعه نتاعك خير ما تقعد نقول احنا جمعه كامله وتحب تصور 100000 ولا 200000. والله الاسعار كانت المده فاتت بصراحه معناها غاليه شويه، معناها غاليه من المواطن ماش خلط، وثم حكايه ثلاثة ايام هكاك نهارين بصراحه ثم شويه توازن في الاسعار، ثم اسعار نقصت شويه. باش تدخل للسوق ب 10000 ما تقدرش تاخذ حتى ريحه طماطم وريحه فلفل، عايشين على مره الفوق مره في النص مره لوت، والحمد لله يا ربي. انا نجي نقضي هنيك الاسعار في متناول الجميع والناس كلها تقضي، وما ثم حد يبقى جعان وكلها تبات لاباس عليه. بصراحه غالي كل شيء غالي، ما ثماش نقص، ما ثماش نقص. احنا نقولوا نقصنا سمعوا في التلفزه ونقصنا وما ثبش منها الحكايه هذه، ما ثبش منها خلاص، عمرنا ما سمعناها كلمه في التلفزه نقصنا في هيك ودي نقصت وكل شيء، ونجوا للمرشي ونجوا لاي حاجه ما ثماش منها كلمات في التلفزه وكل.